تواصل مستمر مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، انطلاقاتنا تستمر من ارضية ميدان التحدي ميدان الشحانية لسباقات الهجن، انطلاقة شوطنا السادس عشر الخاص بالحقائق القعدان، ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية، نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين، نسير مع هذه التحديات والانطلاقة المميزة والكبيرة مباشرة مع صدارة هذا الشوط المركز الأول الحافل، من يقود الأسماء لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، من يتابع لنا الحافل مع الصدارة، بينما التسلل من الجانب الآخر اللي تسلل هنا دهر لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، من يقدم لنا دهر مشاهدين الكرام مع المركز الأول اللي غير بدوره إلى صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات مبعد لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الثاني، والمركز الثالث يتواجد هنا شاهر لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك، من يتابع لنا شاهر مع المركز الثالث في هذه اللحظات، المركز الرابع التواجد والحضور مع رابع المراكز، هنا السيف القادم لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس ذيبان القادم لهجن الغرافة يضمر المدهش سالم بن عامر المدهوشي مع المركز الخامس، هكذا هي الخماسية الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذه الانطلاقة المميزة التي تحمل لنا هذه التحديات، تحمل لنا هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة مشاهدينا متابعينا الكرام، بعد أن انهينا على مسامعكم الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، لنا عودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية، دهر هو القائد لهذه الأسماء، القائد لهذه التحديات المميزة والكبيرة بشعار سعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، من يقدم لنا دهر مع المركز الأول مع الصدارة، بينما المركز الثاني يتواجد مبعد لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الثاني، المركز الثالث هنا من يتواجد شاهر لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك، من يتابع في عملية التضمير مع المركز الثالث، المركز الرابع يتواجد هنا السيف لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني مع المركز الرابع، خامس الأسماء من يتواجد القادم بشعار هجن الغرافة، يتواجد هنا مشاهدين الكرام ذيبان يضم لسالم بن عامر المدهوشي مع المركز الخامس، هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى المتقدمة المنطلقة الحاضرة في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء المميزة والكبيرة مشاهدين الكرام، ولكن لنا عودة إلى صدارة الشوط إلى المركز الأول إلى البداية، الصدارة هنا مشاهدين الكرام مع دهر من يدشن أجواء الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يفتح أبوابه أمام هذه الأصايل التي تنطلق في هذا المسار المميز والكبير مشاهدين الكرام، صدارة الشوط دهر مع المركز الأول مع البداية لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، من يقدم لنا اندفاعة دهر مع المركز الأول مع الصدارة، المركز الثاني من يتواجد مبعد لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، والمركز الثالث القدوم الوصول اللي واصل شاهر لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن بن عبد الملك، لكن شوف القدوم وصل مبشر في أول ندى في مسار هذا الشوط لهجر المرخية محمد بن مدثر بن أحمد، هنا من يقدم لنا انطلاقة وحضور مبشر مع المركز الثاني، المركز الرابع القدوم من السيف لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني القادم مع المركز الرابع، ولكن صدارة الشوط ما شاء الله طار هناك دهر يخطف الناموس والانتصار مؤكدا حضور شعار سعادة الشيخ مشاهدينا الكرام، من يقدم لنا دهر مع المركز الأول، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، من يقدم لنا دهر من يخطف الناموس والانتصار محققا هذا الفوز والانتصار، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود آل ثاني على اختطاف دهر ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس
ناموس. المركز الثاني كان الوصول من شعار هجرة المرخية من خلال تقدم مبشر محمد بن مدثر بن أحمد الله من يقدم لنا انطلاقة مبشر. المركز الثالث كان الوصول من السيف لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الزاني. والمركز الرابع برزان لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني. مشاهدين الكرام بينما المركز الخامس كان الوصول من شاهر لسعادة الشيخ حمد بن علي بن عبد الله الثاني خليفة بن عبد الرحمن العبد الملك. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام لحظة وصول دهر خاطف الناموس هذا الشوط 6:10 88 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن ثاني بن علي بن سعود الثاني. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدينا الكرام كان الوصول من مبشر. توقيته الزمني لحظة وصول إلى خط النهاية التوقيت الزمني 6:18:76 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجر المرخية والتهاني لمحمد بن مدثر بن أحمد الله. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام السيف مع المركز الثالث. التوقيت الزمني 6:20:18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني.